نحن بننتقل لمساحة ظريفة مع المناسبات والأعياد، دائما في حصة للهدايا. أكيد نور، يعني هلا من شوي كنا عم نحكي على الطاقة الإيجابية ووضع الأهداف، ما في أحلى إنه نبلش سنة بكادويات صغيرة، سوفونيرات، هدايا، نفرح قلوب صح. الأشخاص يلي بحبونا، ما شرط هدية كتير تقيلة، أي شيء ذكرى ممكن هي تفرح قلوبه، خاصة إذا كانت ملفوفة بطريقة مميزة أو بطريقة حلوة، وتشكل يمكن عامل الحماس عند الناس إنه شو في بقلبها، شو في بقلبها. أكيد، ويمكن مثل ما قلتي مش بقيمتها المادية الهدية، دائما بنحاول يمكن نبتعد عن النمطية الكلاسيكية، نعمل هدية فيها هيك ذكرى وانطباع بتشبه صاحبها أو بتشبه اللي عم يقدمها للشخص الآخر. نحكي عن الموضوع أكثر معنا مصممة الأعمال اليدوية نورة حبشي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور، يسعد صباحكم. بونجور نورة، ينعاد عليك. ينعاد عليكم وعلى الجميع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب بالخير والصحة. نورة نحن يعني شايفين في أفكار قدامك، ولكن خلينا هيك نحاول قدر المستطاع نستغل الوقت ونعطي مشاهدينا أفكار حلوة لهدايا راس السنة. هلا نحن موضوعنا الأساسي اليوم لحتى كيف نعرف نلف الهدية تماماً. ففينا نساعد شوي بشوية نصائح وافكار هيك ما انا مطروقه. نورا انا كثير شاطره بلف الهدايا عن جد. ابدا انا اشهد. طيب نعطي تبس صغيره. واجمالا هو معروف انه عناصر لف الهديه هي ورق الهدايا او الكيس وشويه هيك اكسسوارات تفاصيل معها. صحيح تمام. فمثل ما قلتي بالمقدمة أنه مفروض يكون الواحد ينتبه أنه اللي عم بيقدم له إياها يمكن تتبع نوع اللف تمام، أو المناسبة أو تشبه الشخص، أو الشخص صحيح. اللي هو عم يهدي، بس هو أحلى أنه لمين تشبه يعني لمين مهدات يعني تمام. فأنا اللي حنضوي عليه اليوم او رح انصح اكثر انه نحن الورق اللي بحبه. هلا في اوراق كثير مطبعه وهي، ونحن الميلاد لانه فمرات بنلفها بالورق، ما في داعي نضيف اي اضافه تمام. في اشياء ثانيه ممكن نصير نستعملها، في اشياء للف الورد. ففي عوامل مساعده باللف، فينا نستخدم سلال. رح ارجيكم بس فكره هيك، ما في اسرع منه. فينا احمليها بحضنك نورا. اللي ما لها خلق هي بوكس خشب. فينا نعمل هيك ونحط مثلا انا هي القطعه تطريز، ففينا نحطها بقلبها، وفينا نحط زياده اضافه اي شيء ممكن زينه. اي تمام. هلا هي بدي ارجع اعتذر، بس انه فينا نضيفها تمام. فهيك نمط الهدايا هلا صار دارج يعني تمام، انه فينا نحطها هيك ونحط اشياء ثانيه نضيفها يعني اضافه. هي نفس النمط نحطها بطريقه مختلفه للقطعه. تاخذت عم نشوفها هون بطريقة مختلفة، يعني نحن شفنا الهدية مش ملفوفة بطريقة كلاسيكية، عم نحاول نقدم أفكار بسيطة ونوعا ما اليوم عصرية زيادة يعني مع الموضة. هلا شو اسمه، مرات ممكن نلاقي بالسوق علب جاهزة. صحيح. يعني تمام، هي تساعدنا ملفوفة ومحطوط عليها هي، فهي علبة تناك بتتبع شو نمط القطعة اللي بقلبها. فهي القطعة فينا نحشيها قماش، ممكن تكون أكبر من هيك أصغر من هيك، فهي كمان نمط. بس ممكن نضيف عليها شيء لزق أو شيء حسب. أي ممكن. طيب نورا خلينا هيك نجرب تجربة بالورق. أنا بس بدي أسألك على القياسات، يعني لما نحط البوكس مثلا بالنص، لما نحط البوكس بالورقة لازم تكون مربعة ولا مستطيلة؟ أنت بتختاريها. هلا نحن إجمالا هاي البوكس والورقة ما شرط تكون، أرجح مستطيلة يعني، لأنه هلا هي ما انا ورقه، انا بحب الساده. اوكي. فعمليا اغلبه لازم يكون مستطيل، لانه حسب شكل العلبه. حسب شكل العلبه نحن بنحاول نحطها بنص الورقه تمام. فهي عمليا خلينا نرفع الخطه هون اذا فينا عندك. لحتى تاخذ الكاميرا. اوكي بتقدر. هلا انا بس لاكسرها، لانه دائما الطاوله بتساعد لنشد اكثر. هو كان لازم نكون على هذيك الطاوله. هلا نحن لنشدها اكثر هي الورقه، ورح نلف هي بكل الاحوال بما انه بلشنا وبلشنا. بدك لزق ولا اللزق؟ انا كنت حاططه هون. ليكو اللزق هو كبير هاد. معلش
هلا نحن حنلزق اليوم مبين، بس هو اجمالا فينا نقلب التلزيق لحتى ما يبين، يكون مخفي. تمام. ساده، ليش بتفضلي ساده؟ ساده لحتى نقدر نضيف اكسسوار، فعمليا بيطلع احلى. ما هو لما يكون مرسوم طريقه لحتى ينشد بنثبته على الهديه نفسها. تمام، التلزيقه وفينا نشده هيك، بنطوي طرفه على اخر العلبه. عن جد انا روحت رول كامل على كادو هالقد، يمكن اخشين لفه هاي بس كثير حلوه كانت. موديل هاي اهم شيء، هلا موديل جديد، جديد هذا الموديل جديد. هلا اجمالا الهدايا الاسطوانيه هي بتلف مثل بونبون، حلو الواحد يتعذب بالهديه، يعني يتعذب انه يزينها يشتغل فيها، يعني بعيدا عن الكلاسيكيه والنمطيه، بتلاقي هديه جاهزه بتبعتيها، بحب انه الواحد يشتغل بالهديه اللي بده يقدمها. تمام. هلا انا بس لحتى اعطي فكره انه لازم تتثبت على العلبه وتنشد على الطرف، تكون على الطرف لفه الورقه. هلا هدول بينكسروا اجمالا، بدك تقصي منها كثير طويله، فهي مفروض ما تكون اطول من نص الورقه. يعني هي الافكار اللي نحن عم نطرحها، انه نحن بورقه عندنا اياها بالبيت وما بدنا اياها، فينا نحن نلف فيها الهديه. هي تمام، يلي ما قادر يشتري ورقه لف هدايا. انا هي ورقه روزناما بس لانه وراها ابيض والابيض سادة. حلو. اي تمام، في ممكن يكون ورق كرافت، يعني اللي هو اللون البني كمان عم يعطي لمسه طبيعيه. عملك لزقة شو؟ اي بس انا اعطيت كيف كسرتها، فعمليا ما انا كثير. اي هي لزقة، ناخذ وحدة. اوكي، رح نحط التلزيقة مبينة بس للسرعة. اي ممكن نقلبها و نور اعطيني المقص لاقصر لك اللزقة كمان من الجهة الثانية. وهي سوري. طيب هلا بنضيف عليها اشياء للسادة، اكسسوارات لل تمام للعلبة. هلا كل ما كسرنا اطراف العلبه بتكون اللفه انجح كشكل. تمام، كمان للسرعه رح يبين هالزي مشكله خلص هيك. تمام. هلا نحن اكسسواراتنا حنعطي افكار عن الاكسسوار. هي علبتنا، انا رح اخذ وحده اكبر. هي مثال. نحن ممكن الريبون يكون بالعرض او بالطول، ارجع هيك مثلا. فهي رح اعملها بالعرض ودرب واحد. رح اشيل هدول ربطه واحده، يعني ما بدنا هي ربطه واحده. تمام، ما رح كثير لانه بدي يضيف عليها وعلى جنب لفوق مش بالنص. تمام. مو بالنص. هلا نحن التقليدي انه يكون بالنص ضرب وبالنص. هلا هي حطيتها هيك على جنب، فيني زيحها حتى على جنب، وراح ضيف هذا الكورون لانه نحن بمناسبه الميلاد بتحسي انه هذا عنصر اساسي بالزينه. صحيح. ففينا نحطه هيك، فينا نلزقه بالسيليكون. للسرعه رح نخليه بس مثبت هيك، وفينا نضيف اكسسوار اي شيء عندنا. هدول الاكسسوارات ممكن نحن الواحد يعمل بوكس، اي حبه شوكولا بيكون عليها اكسسوار، اي هديه بتيجي ممكن يعمل فيهم بوكس ويرجع يعمل ريسايكل لهم. فهي هديه ميلاديه تعتبر صارت. صحيح. مع هي هلا هذا اول اوبشن. وللاولاد خلينا نشوف لبين ما جهزتي الاوبشن الثاني. بدي فرجيهم للمشاهدين لك وشو مهضومه هي الفكره. الأولاد شو حلوة، وكرتونة عادية، وفينا نستخدم الورق بس شو هدول نورة؟ هدول عيون ممكن ينجابوا من المكتبة. وأنف كمان طابات هنن بيزينوا فيهم، فعمليا غراضنا من المكتبة مع الريبون. أنا خليتها تكون قابلة إنه تنفتح وتتسكر تماما ومقصوصة تمام لحتى ما نخرب العلبة ونقدر نستخدمها كذا مرة. بنحط لهم شغلات طيبة للأولاد فيها وبيفضوا بنرجع بنعبي لهم إياها. هي فكرة لحتى ما كتير نستهلك لف. بنقدر هيك مختلفة يعني. تمام. واو شو بحبوا هذا اللون نورة، شو اسمه هذا اللون؟ هذا تركواز. تركواز. درجة تركواز، ما هو صاروا كتار درجاته. هلا هذا رح اعمله بالعرض ورح اعمله كذا مرة، يعني اكثر من لفة. اي اكثر من لفة. فأنا رح اجيب الشريطة طرفها لهون، واحد اثنين. كمان بتعمل حركة يعني غريبة، ما حركة مختلفة عن العادة. ما أنا تقليدية.
تمام. بس خلينا هيك نركز بهي البابيون لانه أوكي. لانه رح لازم نور تعمل لك اصبعتها هيك صح؟ هلا انا مشكله اني لهلا ما عم يعرف يربطها. قرب لعندك اذا ولا بتزبط. هلا نحن دائما بنقول للاولاد الصغار انه هن يساعدونا فيها اذنين الارنب. اوكي تمام. لانه فكره اذا عقدناها كثير الفكه بتضوج وقت بدك تفكي. لا انا ما كثير بعقدها ففيكي هي انا فيني بقدر. هلا لفه وحده واحدة كافية وبالأصبع الثاني بثبتها وبدي لف الثاني عليها ترجع تنزل من تحت تعكسية عليها اي ترجع تنزل من تحت. هلأ هي لفة واحدة بدها تريننج. الزيادة فينا نشيلهم فينا نضيف كذا واحدة فينا نطلعهم بس إنه كافي هالقد المقص ضل عندك هدول الزيادة رح نقصهم. ميرسي ميرسي. وبعد بعد هي هلا هي هيك كحركه ما أنا تقليديه يعني وبسيطة. فينا نضيف اي فينا نضيف عليها اي شيء يا ورده يا اي اكسسوار متوفر عنه. تمام. فهي ورده ملفوفه بالورق كمان. اوكي تمام. هلا رح اقول لكم فكره كمان مهضومه بقلم. نحن القلم قلم فلوماستر تمام ميرسي. الاولاد فينا نحن نلف لهم الورقه ويكتبوا عليها او يرسموا. تمام. ففي رسمه ممكن نعمل رسمه فاز يدويه يعني الرسمه ما أنا صعبه صح؟ لا. بس بنعملها هيك خيال او ظل يعني هذا الدرس الاول بالرسم يمكن وانا ما كثير لسه محترفه رسم. هي لحتى نضيف عليها منضيف عليها ورده ورده بقلبها. تمام. الصغيره رح اخذ شو مهضومي هالورده بقلبها ديكلون كانه ايه تمام ديكلون. هلا هي الورده هي يدويه كمان انا عاملتها فما فينا نشوف الورد المجفف او اي شيء فينا نلزقه. تمام. أوكي. فهي صارت هيك لفه انه كمان مهضومه. تمام. حنثبتها بتلزيق بس ما انا فهي كأفكار يعني. إجمالا منحطهم بكيس. الكيس ممكن دائما يتبع نوع الغرض اللي نحن بيشبه الأرض موجود صحيح. إجمالا موجود شيء ملون وشيء كرافت. أنا دائما بحب بفضل الكرافت لأنه بيعطي انطباع أنه في شيء يدوي بالموضوع أو في شيء صديق للبيئة. كمان نفس الهي مو كياس نايلون. فهي الفكرة نحن بنرجع لنفس القصة هي مشغولة يدوي وبنحط هذا الصندوق ورق منضيفه وممكن نرجع نحطها بكيس. تمام. حتى هدول الكنفه شغلك الكنفه ايه هدول ضمن خلينا نشوفهم قبل ما نختم يا نورا. ايه تفضل. تمام. هلا هدول ايتامين يعتبروا كنفه او كروستيتش او كله شغل يدوي يعني. هن أسماءهم مختلفة بس على نفس الفن اللي هو تطريز يدوي. هي قطبة متكررة هي قطبة الكروس أو الأكس أو التطريز الفلسطيني يعتبر. كتير حلوين ويعطيك ألف عافية. ويمكن حكينا عن بعض التفاصيل قديش ممكن تعطي إضافة ولمسة خاصة للهدايا بمناسبة الأعياد. نتشكرك مصممة الأعمال اليدوية نورا حبش على وجودك معنا وكل عام وأنت بألف خير. وأنتم بخير وميرسي للاستضافة. إن شاء الله بينعاد على الكل وإن شاء الله نكون أفدنا العالم بشوية هيك أفكار شوي بسيطة. أكيد صار فينا نهديهم حتى بوكسات فاضية يعني لأنه الوضع المادي بس نزين لهم بوكس ونعطيهم إن شاء الله بينعاد عليك يا حبيبتي بألف خير وعلى